السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مشروب منعش جدا في الجو الحر ده. طريقته سهلة جدا، يلا بينا على الطريق على طول. معانا ليمون متقشر ومتقطع انصاص وشايلين منه البذر، ونعناع فريش، وسكر، كوباية لبن، ومية ساقعة. هنحط الليمون وهنضيف باقي المكونات كلها ورا بعض، وهنزود السكر حسب الرغبة. لو بتحبي الحاجة مسكرة هتزودي، لو بتحبي مظبوطة هتحطي مظبوط. ويلا بينا على الخلاط على طول. هنضربه كويس جدا، وبعد كده نصفيه بمصفى ضيقة، وبكده هيكون جاهز معانا على طول. شايفين شكله؟ ما شاء الله تحفة، وطعمه رهيب ومنعش جدا في الجو ده. ما تنسوش لو عجبتكم المشروب دوت تضغطوا على اللايك والشير، وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.